اسمي منى اسمي كرشت، من بلدة أنا، وعندي 4 أولاد، بنتين وصبيان. والله قررت بلش بالمرقوق بال93، كان جوزي مريض، صرت اشتغل بالبيوت وهون وهون. بعدين عودي قررت انه انا يعني بعرف اخبز من ورا امي واهلي. بلشت ما كانش عندي شيء، صرت استعير من عند الجيران الساج واجن على ايدي وهيك، وقعدت 10 سنين على الحالة يعني. وبعدين ركزت وضعي شوي. اول كرد جبت العجينة وجبت شوية غلاد للشغل، ورجعت تاني كرد كمان، كنت بحاجة لسيارة، جبت فيه سيارة انه بدي وزع بضاعتي، صرت جيب اواعي وبيع اواعي معاهم. يعني بتمشي شيء بتمشي هي، المهم انه ما نتعطلش. تالت كرد هي انا مثل ما نكشي في، جبنا بضاعة وحسنا الوضع اكثر. اخذت الكرد يعني اجمالا خلال الجمعة 10 ايام. فرنسا بانك والله سهلوا لي كل الامور يعني، وانا بس بدك كفيل. احلامي المستقبليه حابه يكون عندي محل كبير. يكون هيك له هيبته. والواحد بيحلم كثير، وان شاء الله الله كريم. بشكر فرنسا بانك إيه، لأنه كتير والله يعني شيء حلو، يعني يقدر يحقق أحلامه، يعني لو إنه شيء بسيط بس إنه بيقدر يحقق. وإن شاء الله الواحد هو شانسه وشطارته.